السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة عالم البيتكوين. أرحب بكم من جديد في قناتنا، قناة البيتكوين المجان. اليوم إن شاء الله هنتطرق على نفس الموضوع، وهو عملة اليسكاش التي كثر عليها التساؤل من بعض الأخوة. ما هذه العملة؟ هذه العملة تم طرحها في هذا العام اللي هو 2017، عملة جديدة. ولاحظت تم طرحها طرح قوي جدا، يعني خلال شهر رأيت العملة بانتشار سريع. العملة عندما قمت أنا تسجيل نفسي شخصيا كان حوالي متواجدين 10,000، 10,000 أو ما يقارب. اليوم 434,000 متسجل، يعني عملة بانتشار سريع جدا. وهذه العملة عندما تم طرحها في البورصة للتداول كان 2 سنت، يعني هذا الأسبوع الماضي 2 سنت، وهذا الأسبوع 3.7، يعني في ارتفاع قوي. وتم فتح فروع تقريبا في دول العالم، يعني إندونيسيا، نيوزيلندا، أستراليا، أمريكا الجنوبية، المكسيك، البرازيل، وغيرها من الدول. ومستقبلا إن شاء الله سوف تكون في دبي وأمريكا الشمالية وبعض الدول الأوروبية، هذه يعني في الدول ذو اقتصاد قوي مثل الصين، اليابان، أستراليا، والبرازيل وغيرها من الدول. أنصح الإخوة الاشتراك والتسجيل في هذه العملة أدياس كاش، تتيح لك 100 أدياس كاش مجانا بدون أي مجهود. ما عليك فقط التسجيل وإثبات البريد الإلكتروني، أعيد وأكرر، وإثبات البريد الإلكتروني ورقم الهاتف حتى لا توجد بعد زعما من بعد عام أو عامين يتطلب منك إثبات الهوية، لا توجد تعرقلات غيرها. مهم عليك تثبيت البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم هذه ما عليك فقط التسجيل وتركها للزمن. ممكن تفوق البيتكوين، احتمال كبير أن تفوق على البيتكوين، عامين أو 3 سنوات سوف احتمال كبير تفوق، تجد نفسك مليونير إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لجميع إخواننا المسلمين. مهم هذه الطريقة، ما عليك فقط تسجيل وتركها للزمن، فقط تسجيل، ما عليك غير سجل وخل وتركها للزمن. طريقة التسجيل سوف أترك لكم رابط شرح طريقة التسجيل تحت هذا الفيديو، ورابط التسجيل أيضا في نفس رابط الشرح. طريقة التسجيل ما عليك، هذا هو، سوف تجدون الشرح مطروح هكذا، تدخل، نعم سوف تجد الشرح هكذا، سوف تجد الشرح ثم طريقة التسجيل ما عليك أن تذهب إلى هون، تضغط هنا فقط، تنتظر، تنتظر، نعم تنتظر، فقط تنتظر، كليكي، تضغط هنا، نعم تنتظر، ثم تنتظر، تنتظر فقط 5 ثواني، نعم 5 ثواني فقط، ثم تضغط، نعم ها هي الواجهة مباشرة. طريقة التسجيل بسيطة، ثم تضغط هنا، تنتظر، تسجل. طريقة التسجيل بسيطة، نالك تضع هنا بريد الإلكتروني الخاص بك والرقم السر، ثم إعادة رقم السر وثم الضغط. هذه هي طريقة التسجيل بسيطة، وإن شاء الله سوف أراسل جميع الإخوة الذين سجلوا تحت فريقي، سوف أبعث لهم برسائل، سوف أكون إن شاء الله أعطيهم كل جديد عن أدياس كاش، لأن هذه العملة احتمال أن تصل الخيال على 1,000 أو 200 دولار أو غيرها. المهم أنصح الإخوة فقط التسجيل وتركها للزمن. لا أشكركم، لا تنسوا الاشتراك في قناتي، ومرحبا بكم من جديد، وعلى كل حال التوفيق إن شاء الله للإخوان.